ثم تعلموا الأذكار، تعلموا الدعاء، تعلموا وصل 7 سنين تعلم الصلاة، يتفقه دي معاك المسجد البنية، تعلم دير الزيف ديالها، تعلم الأدب ديال الاستئذان، دقة ولدي قبل ما تدخل بسم الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابن عباس، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعلم الدري تربيه. أم أنس بن مالك، أم أنس كانت ترضعه كترضعه وكتقول لي فودني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، راه كيسمعها كتمشي مع داك الحليب كيرضعها. عندك تقول الدري راه باقي صغير ما كيفهم، لا راه الكلام باش كيسمعوا تيعاودوا، إلا شاف كتصلي اش كيجي الدري صغير 3 سنين اش كيجي تا هو يسجد حداك، شاف كتودن كيجي تا هو يودن، راه كيقلد كيدي كياخذ منك، ماشي انت كتاخذ داك الدخان قدام ولادك راه غيتعلموا منك، تكذب قدام دق شي واحد شي راه ولد يقول ليه ما كاين وفرحان صافا بابا راه صدرتو، وبعد غدا كيكذب الدري على باه كتكذب عليا الحمار، ورا انت اللي علمتي انت هو الكبير ولا ما نقولها باش ما يتقلق شي واحد، راه انت اللي علمتي وانت علمتي الكذوب، واحد معلم من طول الرقص قلت له ما تشطحش في العراس، انت معلم انت شدير ايقاع، انا فنان قال لك انا فنان، قال لك هو فنان عاود يعلم ولادو الحاجات اللي فهم، انا ما البنات الرقص اذا التربيه وقبل هادشي الا كان ولد مولود الختان، الا كان ذكر الختان، كاينه سنن كدار وهادشي كتبوا فيه العلماء مجلدات، وثم بعد ذلك تطلب الله الهداية.